لفائدة الذاكرة الوطنية يجب أن يتم الإفراج عن هذا الجزء الثاني قريبا إكراما للرجلين يعني للشاذلي ولمن كتب اللي هو الدكتور بوبكر. أنا أؤكد لك أن الجزء الثاني سيطبع يعني ربما في القريب العاجل، لأن ما رأيته من خلافات بسيطة كان يمكن حلها منذ سنوات. صحيح. ولكن للأسف ربما غياب قنوات الاتصال أو أيضا ربما المتاعب الصحية للدكتور وأيضا ما كانش كاين تواصل مباشر ربما هو اللي عطل وعطل الموضوع. كان فيه بعض وجهات النظر للعائلة تتعلق ببعض الأحداث التي أرادت العائلة ربما أن تقحمها داخل الجزء، ولأن العائلة تعتقد نفسها ولها الحق في ذلك طبعا أنها من ذوي الحقوق الآن بعد وفاة الرئيس الشاذلي أصبحت العائلة من ذوي حقوق هذا المنجز.